شويه من التفاضل الصراحه، يعني اي حاجه احسن من التفاضل، بس في يعني الوقت قصير جدا عليه. تحليل النتيجه حلو لحد ما الطالب المتوسط ينجح فيه، والطالب الشاطر ممكن يقفله، والوقت كان كويس بس كان ممكن يزود النتيجه عشان الوقت تفكيره وكده، بس احسن من امتحان التفاضل بكتير. الامتحان كان سهل وكان جاي مباشر، الحكايه كان كويس الحمد لله، كان سهل قوي الحمد لله، يعني هي الورقه البيضاء اللي جات لنا المره دي معناها ان هو ما اتصرفش يعني الحمد لله. امتحان الجغرافيا كان كويس الحمد لله، اول مره اجيب الورقه البيضاء من ساعه الامتحان العربي، بس كان كويس وفيها في دكات وفي حاجات رابط المنهج كله بعض، بس الحمد لله. الامتحان كان حلو تمام، ما فيهوش اي حاجه صعبه، هي رسم خريطه امريكا الشماليه بس اللي كانت جايه رحله.